المشاركة في القناة، اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. نجوم اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا الحلوى ديال كاوكاو العجين التمر اللي كتجي رائعه في المنظر ديالها بطريقه سهله وبسيطه. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم، والان خليكم مع الطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير والطريقه، اول حاجه عندي هنايا 750 غرام ديال معجون التمر، يعني كناخذوا نصف كميه ديال الكاوكاو اللي غنحضروا. هنا عندي 50 غرام ديال الزنجلان بعد ما حمرته كنضيفو على المعجون ديال التمر. عندي هنا ملعقة كبيرة ديال الزبدة طرية، هنا عندي جوج معالق كبار ديال بودرة كاكاو، وهنا كنضيف واحد ملعقة صغيرة ديال القرفة، ودابا كنجمع كلشي بالمزار. المزار دائما كيكون من النوعية الجيدة، هنا كنضيف شوية ديال المزار وكنخلط كل شيء مزيان. وهنا من بعد ما خلطت العجين ديال التمر كنحتفظو به. هنايا كنحتاج كيلو ونص ديال الكاوكاو من بعد او البيان بعد ما حمرتو طحنتو على هذا الشكل هذا. ايضا كان باش نخلط الكاوكاو عندي هنايا العسل، انا العسل دائما كنحضرها في البيت. بالنسبه للعسل فانا سبق لي وحضرت لكم فيديو خاص، ان شاء الله نخليكم في الصندوق ديال الوصف. دابا كنضيف واحد شويه ديال العسل، كنخلط كل شيء مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما عجنت او خلطت العجين ديال الكاوكاو بالعسل قسمته على جوج، يعني قسمتهم في الميزان، تقريبا جاتني واحد 950 غرام في الوحده كنحتفظوا بهم. وهنايا عندي اللاطه مثل الورق ديال الزبده، وكناخذوا واحد الخليط ديال الكاوكاو، وكنحاول انني نطلقو بالدلاك. دابا نطلقو بالدلاك مزيان. وهنا من بعد ما شفتوا معايا من بعد ما طلقت العجين ديال الكاوكاو او البيانة على هذا الشكل هذا، طلقته يعني رقيق، كنحتفظوا به. هنا كناخذ الورق ديال الزبده وكنوضع فيه العجين ديال التمر اللي سبق ليا وحضرته، ودابا نطلقوا بنفس القياس اللي انا طلقت العجين ديال الكاوكاو او البيان. فهنا من بعد ما طلقت العجين ديال التمر كناخذوا العجين اللي طلقنا في الاول، العجين ديال الكاوكاو، وكناخذ يعني كنشبرها بهذه الطريقه هذه، ومباشره كنعملوا فوق. كنتمنى تكون عندكم واضحه، يعني مباشره كنعملوا على هذا الشكل هذا، وكنحاول انني ننزل العجين ديال التمر بهذا الشكل. ودابا كنزول الكاغط ديال الزبده كي شفتوا معايا، فهي كتجي بهذه الطريقه هذه كتجي سهله. هي
كناخذ ورق ديال الزبده وكنوضع فيه البيان او الكاوكاو اللي سبق لي وحضرته، وكنطلقو بنفس القياس اللي سبق لي حضرت العجين ديال الكاوكاو والتمر. دابا نطلقو هنا. بعد ما طلعت العجين ديال الكاوكاو او البيان فغنعملو فوق العجين ديال التمر بحال اللي عملناه بنفس الطريقه اللي وضعنا بها العجين ديال التمر. دابا كنزولو الورق ديال الزبدة، وهنا من بعد ما ساليت كنكوز الدلاك عليهم مزيان باش كنثبت العجين ديال التمر مع العجين ديال الكاوكاو. وهنا من بعد ما ساليت كناخذ الشوكولاته الابيض. انا عندي الشوكولاته الابيض من بعد ما ذوبته في حمام مائي وضفت له واحد شويه ديال الزيت كنخوي على الوجه ديال الكاوكاو على هذا الشكل هذا. وكناخذ سباتولا وكندهن الوجه ديال الكاوكاو في الشوكولاته. وهنا من بعد ما ساليت كناخد الصينيه ديالي وكنعملها في الثلاجه حتى كيبرد ليا الشوكولاط مزيان. وهنا من بعد ما برد الشوكولاط مزيان كيف كتشوف معايا، ودابا غنقطعهم على شكل اشرطه. كتشوفوا معايا فكتجي على هذا الشكل هذا، كنقطعهم على شكل مستطيل. كتشوفوا معايا فكتجي الحلوى على هذا الشكل هذا. ومباشره كنعملوهم في واحد الصينيه حتى كنكملوا التقطيع ديالهم عاد كنرجعوا نزوقوا. بعد ما ساليت الحلوى بالتقطيع على هذا الشكل هذا كنحتفظوا بها. بالنسبه للتزيين فانا هنا خديت شويه ديال المعجون ديال التمر وضفت عليه واحد شويه ديال الماء زهر وكنخلطوا مزيان حتى كترطب لي العقده ديال التمر مزيان. هنا من بعد ما خلطت العقده ديال التمر مزيان هنا كناخذ واحد البلاستيكه وكنعملها على جوج على هذا الشكل هذا وكنطلق العجين ديال التمر. من بعد ما طلقت العجين ديال التمر كناخذ القطعه ديالي، انا خديتها على هذا الشكل هذا يمكن لكم تاخذوا اي شكل عندكم، وكنقطع بها العجين ديال التمر. بهذه الطريقه هذه فانا نبقى مستمره حتى نكمل العدد اللي عندي ديال الحلوى مع العدد ديال الشكيلات ديال الورده. هنا من بعد ما قطعت الوريدات على هذا الشكل هذا هنايا كناخذ الحلوى
وهنايا سبق لي ذوبت شوكولاط ابيض محمم مائي. وبالنسبه للتزيين فعندي هنايا رقيق الفضي، هنايا كناخذ شويه ديال الشوكولاط الابيض وكنعملو في الوسط، وكناخذ الوريده اللي سبق لي وقطعت ديال التمر وكنعملها في الوسط وكنثبتها على داك الشوكولاط مزيان. من بعد كنزينها بواحد العقيق على هذا الشكل هذا، كنثبتو مزيان وكنقدم الحلوة ديالي على هذا الشكل هذا كيف شفتو معايا، فكتجي غزالة في المنظر ديالها كيف شفتو معايا. فهي الطريقة سهلة، فأنا نبقى مستمرة حتى نكمل الحلوة اللي عندي كاملة بهذا الشكل هذا. وهنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الحلوه قدمتها على هذا الشكل هذا، وكيف شفتوا معايا فهي طريقه سهله وبسيطه باش نحضروا الحلوه اللي كتجي رائعه في المنظر ديالها وايضا في المذاق ديالها. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، وما تنساوش تعملوا الاعجاب وايضا المشاركه ديالكم في قناه حلويات النجوم، وتبارطاجوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم. والان خليكم على خير، السلام عليكم. مشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.